انا اسمي محمد فتحي عبد الله، اخو الضحيه رمضان فتحي عبد الله اللي مات في تحت انقاض في بيت على البحر. ده راجل صنايع على باب الله، داخل يرزق يعمل شويه مرمات في البيت، البيت كله وقع عليه هو ومساعد تاني اسمه بندق، واحد تاني بيشغل معاهم اسمه سعيد، التلاته داخلين يرزقوا. رمضان صنايع على باب الله، عنده 6 عيال، 3 بنات و3 صبيان، عنده بنت على وش جواز. والله العظيم 3 ده على باب الله، ولا يعرف اي حاجة ولا اللي في اي حاجة اكتر من هو بيطلع يجيب رزقه ورزق عياله. لما دخلوا يشتغلوا في البيت لسه بيسموا بيقولوا يا هادي، لقوا الحيطان بتهيل عليهم، حاولوا ان هم ينفذوا بعمرهم ويخرجوا من البيت، كان امر الله نفذ. كنت موجود ساعة الانهيار، جالنا الخبر ان البيت انهار عليهم، طلعنا نجري لقينا واحد متعلق فوق تحت الانقاض، طلعناه. ورمضان اخويا اللي هو اللي اتوفى دوت كان تحت الانقاض، قعدنا نحاول ان احنا نطلعه لغايه ما جت جماعه الانقاذ وطلعوه. مطالب ان اللي احنا شايفينه في الوقت ده وفي المكان دوت، وبيوت عماله تقع علينا هنا كل يوم والتاني، يحصل نفس الحوار، نفس اللي حصل النهارده يحصل كل يوم، كذا بيت في كذا حته هنا وقعين. فالنهارده النهارده عرفنا ان ده من حقه، ولسه في واحد تحت الانقاض اهو لسه قدامه يومين عقبال ما نعرف نطلعه، اللي هو سعيد اللي معاهم التالت دوت. انا اسمي حسن بتاع الكاوتش يا باشا، على البحر كتكات. انا اسمي حسن من كتكات بتاع الكاوتش. كان في بيوت هنا جايه لها ازاله، وفي من ضمنهم بيت كانوا بيوضبوه ووقع فيهم 2 اخوات، واحد اسمه مصطفى طلعوه، ولسه اخوه التاني ايه بيدوروا عليه، والشرطه موجوده والاسعاف ومدير الامن والحكومه واقفه من الصبح في الشارع لحد اما يطلعوا اخوه التاني. ليا محل كاوتش في البيت دوت، الحمد لله يعني اللي البيت ما منزلش خالص، كنت شايل فيه عده كاوتش كلها كويس اللي ما حدش اتاذى فيهم، وطلعنا الحاجه والحمد لله، والشرطه والاسعاف وحتى مدير الامن والضباط كلها موجوده في الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا طبعا الصبح دخلت البيت ده الساعه حوالي 8:30 الصبح، لقيت 3 انفار جوه جايبين سيراميك واسمنت ورمله وقاعدين على اساس ان هم يعملوا الحيطان اللي كسروا المحاره منها امبارح سيراميك. بعد منها بشوية دخلت قعدت معاهم، وطبعا المحل اللي بره ده بتاعنا انا وشريكي اسمه حسن، انا وشريكي اسمه حسن، ودخلنا المحل حضرتك لقينا البيت كله واقع، والعيال اللي كانت جوه مش باينه، التلاته سعيد وبندق ورمضان مات في الحال، وسعيد مش لاقيينه، وبندق اتكسح خالص يعني رجليه اتكسرت على ايديه الدشمل خالص، ما هوش نافع يعني. وطبعا المحل ده طبعا انا والاخ حسن واخدينه مع بعضينا، وفي حاجات بتاعت حسن كتير راحت، وحاجات بتاعت انا كمان راحت. وطبعا اما جت الشرطه وكده كل اللي كان بياخد حاجه لم نفسه وكده وكلام من ده، والدنيا اتلمت، ونبص في الدكانه بعد الظهر ما تلاقيناش فيها اي حاجه، ودي خسائر علينا كتير يعني انا والاخ حسن. صاحب البيت اسمه عم صابر، واخوه اسمه عم شعبان. هم جم الصبح وكان معاهم ابن اختهم اسمه عماد، واخد بال حضرتك؟ عماد دون فتح البيت الصبح، ودخلنا كلنا في قلب البيت وقعدنا، وكانت الساعه 8:30 الصبح، على الساعه 10:30 كده خرجنا من قلب البيت، كان البيت نزل بالناس اللي فيه كلهم جريوا، ما فيش الا واحد اسمه علي كان هو اللي نفد، وانا كنت بره يعني كنت خرجت بره، واخد بال حضرتك؟ بيحاولوا ينكسوا البيت ده؟ بيحاولوا ينكسوه يعني عشان خاطر برضه هو
بيت قديم لا معمول بعندان ولا باي حاجه. ده ساكن في ناس او كده؟ لا لا، ما كانش ساكن فيه حد خالص، ده كان مهجور بقاله اكتر من 20 سنه من ايام عم حافظ الله يرحمه لما مات، اللي هو اخوه الكبير. كانوا بينكسوا لي يعني حد يرجع يعيش تاني؟ كانوا بينكسوا لي المعادل اللي هي اختهم عشان يسكنوها، لان السكن اللي هي فيه ده الراجل قال لها ب 5000 جنيه. وبعدين جم قالوا لنا احنا هناخد منكم ايجار 3000 جنيه من بدل من 1200 جنيه. واخد بال حضرتك؟ انت كان جاي له قرار بسنه؟ زمان ايام عم حافظ، وعم حافظ لما مات مات الورق معاه وكل حاجه مات. يعني من كام سنه؟ يعني حوالي 20 سنه كده. بيتكلموا معاه حضرتك؟ مين صاحب البيت؟ قلت لها هو ده صاحب البيت. قالت له امال انت؟ قلت لها انا الحقيقه كانوا بيسالوا حضرتك على طول. ايوه. مين صاحب البيت؟ قلت لها هو صاحب البيت دون. لا طب مين كان مستاجر الدكان؟ قلت لها انا وواحد صاحبي اسمه حسن. راحت قالت لي يعني انت اسمك ايه؟ راحت واخده اسمي بالكامل وتاخده رقم تليفوني وخدت اسم حسن. قالت لي حسن ايه؟ قلت لها حسن بتاع الكاوتش معروف يعني على البحر وما فيش غيره يعني. وتعرف رقم تليفونه؟ قلت لها اه. رحت بطلع لها رقم التليفون بتاع حسن من التليفون. العمار ده مكون من دور واحد؟ طابق واحد فوق الارضي. لحد دلوقتي جثمان سعيد تحت التراب لحد دلوقتي. لحد دلوقتي اه. اهل الضحيه جم او حاجه؟ لا لا لا، ما حدش جه تاني في المشرحه، محطوط لسه ما طلعش لحد دلوقتي. والواد التاني المكسر ده في المستشفى اللي هو الثلاثه دول، الثلاث اشخاص دول كانوا عمال. عمال اه. اه بينكسوا البيت. ايوه. كام يوم بقى؟ بقى لهم اكتر من 5 ايام 6 ايام. 5 ايام. اه. تفتكر البيت يعني وقع عليه؟ يعني في اعمال عملوها غلط ولا اه؟ في حاجات حضرتك اتعملت في قلب البيت. البيت لما يكون متمحر بتبقى المحاره شايله المباني، واخد بال حضرتك؟ فهو الواد لما قشر المحاره، اللي هو الواد اللي هيبني هيعمل سيراميك ده، لما قشر المحاره اصبح ان الطوب بقى عريان. المفروض كان الطوب الطرطش من بالليل عشان الصبح يبقى يمشي عليه المحاره اللي هو يعملها او السيراميك اللي هيركبه، واخد بال حضرتك؟